طب احكي لنا موقف حصل في المدرسه يا ليلى، وحصل بانشمنت، حصل عقاب. لا انا هحكي لك على حاجه، يعني طبعا مش عايزه اي حد من الاطفال الحلوين يعملوها مع مامتهم. ايوه. انا عملتها مع مامتي. انا عايز اعرف بقى. كنا ساكنين في شارع قصر النيل، والمدرسه الفرنسيس كان في الانتخانه، قريبه جدا. طبعا قريبه قوي. بس انا كنت صغيره، فمامي بتعملالي في الاشتراك في الباص يعني. فاحنا العماره كانت كده في شارع قصر النيل، بس الشباك اللي بيبص على الشارع اللي بيجي الباص ياخدني من الجنب. فانا كنت الباص يجي يقف. فانا ابص لمامي اقول لها هاي، واروح حتى الشنطه في الباص واقول له انت روح وانا جاي. بتكرهي جد؟ وهو ازاي كان بيسيبك السواق؟ كانت يعني كانوا بيحبوني فبيعملوا كل اللي انا عايزاه.